مرحبا. اهلا. لو سمحت مدام هند موجودة؟ نعم موجودة. ممكن احكي معها؟ تفضلي. مدام دياكي. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. حضرتك مدام هند؟ اي نعم. ممكن نشوف عبير؟ عبير؟ وش بدك منا؟ بدي شوفها أنا. أمها؟ أمها؟ راسي 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 راسي. هند؟ هند؟ ناولي الشهادة بسرعة بسرعة. بس شو صار لي؟ يعني انا عملت لها شيء؟ شو ما عملت شيء؟ انت قتلتيها. انا؟ هي الشنطة. زين بس على فورا يلا. طيب تليفون وين؟ انا ما بعرف وين التليفون. اطلعي لبرا وقف السيارة ناخذها على المستشفى. اوكي يلا. ليه عن جيبي الاسعاف فورا؟ ما بعرف شو صار لك. استنيني ولا اتحركي. خير شوفي شو صار. منيح اللي جيت. اطلب الاسعاف بسرعه. ما في داعي للاسعاف، معي سياره انا باخذها. اطلب الاسعاف بدك اكسجين بسرعه. لا لا امي تروح من هون، انا ما بدي اشوفها. انت مين قال لك؟ انا قلت لها. عبير طلعي شوفيها فيها رح تموت الثانيه. مالي طالعه من هون، ما بطلع من هون الا مع عمتي. روحي شوفيها احسن ما تدخل لهون ونشوف عمتك مره ثانيه. ما بدي اشوفها، ما بدي اشوفها. شو وينها؟ شو مالها هون؟ معقولة وين بدها تكون يعني؟ رحت على البيت. لكون ما بدها تشوفني؟ لا اطلع بالليل، رحت على البيت. خدني لعندها. خلاص بعدين؟ الله يخليك خدني لعندها هلا. طيب خلاص خليني وديكي على بيتي وبس ترجع انا بخليكي تشوفي. لا معلش ما في داعي، انا بعرف وين لاقيها. رفرف على الارض الحزينة والسما لا